عالم الجريمة والإرهاب يحاول التسلل من نوافذ جديدة كلما أغلقت الأبواب في وجهه. مجال الألعاب الإلكترونية وخصوصا تلك التي تتضمن خاصية الدردشة باتت منفذا للمجرمين والإرهابيين للتخطيط لجرائمهم. في واشنطن، وكالة الاستخبارات الأمريكية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي يطالب شركة سوني بمعلومات عن بعض المستخدمين المشتبه في ضلوعهم بتجارة المخدرات. لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات علي بيرلاند. سيد بيرلاند، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. لافت هذا الخبر، مكتب التحقيق الفيدرالي FBI يطلب من شركة سوني معلومات عن أحد المستخدمين لمنصة بلاي ستيشن، منصة الألعاب المعروفة، لأنه كما يقول المكتب هذا الشخص يستخدم هذه المنصة للترويج لتجارة المخدرات. بداية، إلى أي مدى شركة سوني ملزمة بكشف بعض الجوانب عن هذا الشخص الذي يستخدم هذه المنصة؟ طبعا هذا سؤال صعب جدا، وأنا شخصيا لا أعرف، ولكن أظن هذا يتطلب ربما أمرين: الأمن والحريات المدنية. طبعا سوني طبعا تهتم جدا بشأن المعلومات وتنظر في طلب FBI، ربما سيكون هناك ربما اختراق أو انتهاك للحقوق المدنية، وإذا من المهم بالنسبة لسوني أن تتخذ هذا على محمل الجد و تنظر في المخاطر، وحتى يعلم تماما بأن هذا الشخص يبيع المخدرات عن طريق المنصة. ولكن في الوقت ذاته هذا يظهر بأن المنصة يمكن أن تستعمل، وطبعا سوني لا تريد أن يكون هذا أن يحدث هذا على منصتها. إذن من المهم أن ينظروا كما قلت في القضية في هذه القضية ويتعاونوا مع FBI حتى يظهروا بأن منصتهم لا تستعمل لبيع المخدرات. استخدام هذه المنصة أستاذ علي مسألة لافتة، لأنه عادة يعني نعلم عن أنه العصابات الجريمة المنظمة، المجموعات الإرهابية تستخدم منصات وطرق أخرى موجودة على الإنترنت، سواء مواقع التواصل أو مواقع أخرى، ولكن استخدام منصة بلاي ستيشن، منصة الألعاب الإلكترونية، لأغراض غير قانونية، هذه مسألة لافتة. إلى أي مدى هذا يضع أيضا ضغوط على شركة سوني بأن ربما تحظر في المستقبل مسألة الدردشة، سواء الدردشة الصوتية أو الدردشة المكتوبة، على مثل هذه المنصات؟ أنا لا أعتقد بأن سوني ستقوم بحظر الدردشة مثلا. طبعا هي في 2017 طلبت FBI أيضا معلومات بخصوص حالة إرهابية في الولايات المتحدة في كانساس، ولكن لحد الساعة نحن نعلم عن هذا الأمر وليس هناك تفاصيل أكثر، ولكن لا يزال هناك معلومات كما قلت قليلة. ولكن لا أعتقد بأن سوني ستحظر الدردشة لأنها مهمة جدا للمستعملين، والناس يحبون هذه الدردشة وهم يلعبون الألعاب. ولكن مع قولي لهذا، فإن الألعاب قد أصبحت منصة طبعا للعديد من النشاطات، وسوني هي مثال على هذا. كما كان هناك حالة بأن هناك لعبة كاونتر سترايك يمكن أن يقام من عبرها مثلا باستبدال الأموال ونقل الأموال وغيرها، وربما هذا يستعمل لغسيل الأموال عادة. ربما سوني طبعا الآن لن تتخذ الخطوات سريعا، والأمر يتطلب الكثير، لأن هناك العديد من الناس الذين كما قلت يلعبون هذه الألعاب ويستمتعون بها، ولكن من المبكر جدا قول هذا. دائما في مثل هذه الحالات نطرح السؤال أستاذ علي، يعني الأشخاص أو المجموعات التي تريد ارتكاب أعمال غير قانونية تجد دائما منافذ، دائما هناك ثغرات في هذه الأنظمة. إلى أي مدى برأيك ستبقى معنا هذه الثغرات مهما تطور العلم وتطورت هذه التكنولوجيا وهذه المنصات؟
هذه النقطة طبعا صحيحة وبكل تأكيد. وطبعا هذه كما قلت هذه الثغرات دائما موجودة في التكنولوجيا، فأي شكل من أشكال الاتصالات وأي تكنولوجيا يستعمل بعضها للجريمة وبعضها يستعمل لارتكاب جرائم. استعملت مثلا الهواتف في الجرائم، التكنولوجيا دائما يكون فيها دائما هذه المشكلات. وكما قلت نعم، فإن التكنولوجيا والمنصاتها مثل فيسبوك وتويتر، الناس حتى اليوم يرتكبون جرائم ويخدعون ويخادعون على هذه المنصات. طبعا الشركات طبعا تريد أن لا ترتكب هذه الجرائم وأن يساء استغلالها، ولكن هذه المشكلات تحدث والأمر يتعلق بمدى حصر هذه الظواهر وهذه الجرائم. طبعا الأمر يتطلب مراقبة وسيكون صعبا جدا وربما سينتهك الحقوق المدنية. طبعا هذه الاستثناء، هناك استثناءات يمكن أن تقام، وطبعا لو أنه تم توجيه اتهامات إلى أبرياء فستكون قاسمة الظهر. شكرا لك علي بيرلاند الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، كان معنا مباشرة من واشنطن. الساعة الثانية من غرفة الأخبار بعد قليل ونناقش فيها لبنان ومطبات التكليف وشارع يريد التغيير، وفي الساعة الثانية أيضا بريطانيا وقفص الإرهاب ثمن التراخي الكارثي بعد قليل.